هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العذراء، راح أحاول أحكي فيها عن مشاعر الحبيب، نواياه ومستقبل العلاقة مع بعض. بدي أقول أنه هذه القراءة تنفع برج شمس قمر طالع، وفي إمكانية أنه تكون قراءة عكسية. عم شوفك يا برج العذراء كأنه في صدد بداية شيء، بداية مشروع، بداية علاقة. كأنه عم شوفك بتفكر فيها مطولا، وعم شوفك لساتك ما اتخذت القرار الصح. متخوف جدا، عم شوف في تخوف، وعم شوف في تخوف في أخذ القرار. ممكن يكون هذا الأمر يتعلق ب شراكة زواج، علاقة، مشروع عملي، أي شيء في بداية. عم شوف الشريك حاليا ممكن الشريك حاليا الطاقة كأنه القدر أو الحياة تعيد نفسها بأمر يتعلق بشيء كان يؤلمه أو يؤرقه. عم شوفه كأنه هذا الأمر يعيد نفسه من جديد. عم شوف في حيرة شديدة هذا الشخص، مو عارف أي قرار يتخذ. و من جديد عم حسه يتعرض للخيانة. هذا الأمر اللي أنا بحكي عنه ممكن يكون خاصه بخيانة أو سرقة أو شيء اختلس منه. عم شوفه كأنه ما بيعمل أي خطوة، فقط يتطلع ل شو الخطوة أو شو الأشياء اللي راح تحصل. عم شوفه كأنه خسر، وعم شوفه طاقته كتير تعبانة لهذا الشخص. ممكن هذا الأمر الذي يعيد نفسه ممكن تخلى عنك بالسابق، ممكن هذا السيناريو سيحصل. ممكن تخلى عنك بالسابق وفي شخص تخلى عنه كذلك. ممكن بدأ علاقة مع شخص آخر وهذا الشخص تخلى عنه. ممكن هذه السرقة أو هذه الخيانة، ممكن هذا الشريك خانه أو سرق قلبه وراح، وعم يحس بضياع أو ب ب بخسارة كتير عالية. وممكن ما يكون خصو أبدا بعلاقة، يكون موضوع أو مشروع أو شيء. يعني كأنه كارما تتحقق وتعيد نفسها. عم شوف كذلك مشاعرك تجاه هذا الإنسان. أنت في حيرة من أمرك، ما عارف أي قرار تتخذ. دائما عندك حنين لهذا الإنسان بالرغم من أنه ممكن شوي يكون قاسي، بس ممكن عندك حنين لهذا الإنسان. تتذكر الأيام الحلوة دائما اللي كنت عم تمر فيها مع هذا الإنسان. بس بدك بديهي، إذا حتى لو كان رجع مع هذا الشخص، بدك بديهي بمعاييرك أنت. مثلا تتفق معه أو تقول له أنا إذا ما رجعت لي وعملت كذا وكذا وكذا، لأنه أنا يضايقني فيك هذا الشيء أو هذا الشيء، ما ممكن ابدا ارجع لك. كمان عم شوف حتى هو ضايع جدا، عم شوف في ضياع داخلي، عم شوفه مو عارف اي طريق يتخذ، وعم شوفه من جوا عنده حنين لك. ممكن الاشياء اللي ما بتحبه فيه انت، كانه هذا الانسان كان شوي قاسي معك، كان كلامه جارح جدا معك، وكان بيعمل أشياء خسيسة إذا بدنا نقول. يعني يتصف بصفات الديفل أو الشيطان. كان مثلا بيجرحك، يهينك كلاميا، ممكن كان عم يأذيك، ممكن عم يصاحب عليك، أو بيعرف نساء أو رجال أخرى، لأن القراءة بالنسبة للرجال والنساء. يعني بيعرف أشخاص أخر من 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 بعدك. يعني كان ما منه يصون العشرة، وهذه الأشياء علمتك أنت يا برج العذراء، حسستك أنه كنت بتدعي عليه أوقات، كنت بتقول يا رب شوف في يوم ينجرح أمامي أو ينهان أمامي.
وممكن تحققت هذه الأمور، عم شوفه كذلك يعاني. أما بالنسبة للأشياء الإيجابية اللي بتحبه فيه، ممكن كان عم يحسسك أو يعطيك أمان داخلي، كان بيعطيك راحة نفسية كتير عالية، وعم شوفك كنت عم تشوف معه المستقبل، كنت عم تشوف معه الحياة ودية، كنت بتقول أنه غدا سيكون أحسن. أشياء اللي ما بحبه فيك، ممكن أنت شديد التعلق فيه وبتبعت له مسج تسأل عنه، بتهتم فيه، بتقول له كلام حلو، عم شوفك كنت عم تهتم فيه بنسبة كبيرة، وممكن كنت بتجعله من أولوياتك، هو الأولوية الكبيرة وأنت بعدها، وكنت عم تعطيه كتير أشياء، بس هو ما كان بحب هذه الأشياء، بحسها كأنه بتضايقه، كأنه هو بده حرية أكثر. ممكن هو ما كان بالأساس يريد التزام مثلا بالزواج، أو ما كان عنده هذه الطاقة أنه يكون جدي، كأنه عم شوفه هذا الشخص شوي لعبي، وبحب الحرية، بحب أنه يخوض في مغامرات. أوكي، أما الأشياء اللي بحبها فيك، بحسك دائما أنت الأمان، لما بسكروا كل الأبواب بوشو بيجي لعند برج العذراء لا يعطيه الأمان. بالنسبة للنوايا، عم شوف نيته دائما تتجه على عديد من الأشياء، سواء كانت أنت كنت كان أشخاص أخر، عم شوفه ممكن عنده مثلا بده نساء أخرى، بده أشخاص أخر بحياته. يعني هذا الإنسان أنا بصراحة بهذه القراءة، لأنه ممكن القراءة ما تنطبق عليك برج العذراء، عم شوفه على أنه إنسان لعبي وبده علاقات أخرى، ما بده أنه يضل معك. كذلك عم شوف نيتك تجاه هذا الإنسان فيه نوع من الحيرة، نوع من الضبابية، وعارف أي شيء تعمل أو أي قرار تتخذ، ممكن لأنه أنت بتحبه بنسبة كبيرة، مو عارف أي قرار، دائما يعني بتحكم أوقات قلبك بتقول بدي هذا الشخص يرجع لحياتي، وأوقات بتحكم قلقك بتقول أنه هذا الإنسان ما سبب لي إلا الألم، ليش أرجع لهذا الشخص. بالنسبة لمستقبل العلاقة، ممكن لا أنكر ممكن يكون في عودة، بس هذه العودة ستسبب لك ألم يعني من جديد، وجرح رح ترجع الجرح من جديد. أوكي، بس عم شوفك كذلك رح ترجع، رح تروح لحالك، رح تحس إنه هذه العلاقة عطيتها فرص كتيرة ممكن ما بتستحق اصلا. صراحه هذا الانسان ما بحسه ثابت، او ما بحسه عنده جدي مثلا، او بقدر الاشخاص، لا عم شوفه شوي لعبي. ما عم حسك يا برج العذراء كانه بتحس بعدم الامان، وكذلك هذا الشخص حاليا بحس بعدم الامان، ممكن الشخص الاخر او في شيء حصل لحياته حسسه بالعدم الامان، او حدا كسر قلبه، خانه، جرحه، في كتير كارما بهذه القراءة، وخاصة للشريك الآخر. عم شوف أنه الورق ينصحك أنه تهتم للمال والعمل، تهتم طاقتك تصبك كثير على هذه الأشياء، وما تخلي علاقتك بس لهذه القراءة. ممكن هذا المشروع اللي حكيت عنه اللي أنت فاتح أبوابك تجاهه، حاول تركز عليه كثير وما تركز على هذه العلاقة، لأنه عم شوفها من الأول لم تكن صحية. بقول لك لازم تخلي عقلك منفتح، بقول لك أنه هذا الإنسان اللي أنت معه أو السولميت تبعك هو كتير مختلف عنك، وفي كتير يعني فروقات بينكم. بالنسبة للأشخاص العزيب، قبل ما أحكي عن العزيب رح أحاول أحكي عن الطاقات اللي عم تطلع. عم شوف برج الحوت، كذلك عم شوف برج الثور والميزان، برج الجدي كذلك عم يظهر بهذه القراءة، بس في يعني برج الثور كذلك في كتير طاقات عم تطلع، أبراج هوائية، نارية، مائية وترابية.
بالنسبة لصراحة للعزاب، ممكن رح يتعرفوا على شخص ممكن يكون من برج القوس، وهذا الشخص رح يأتي سريعا، أو من يعني عنده صفات الاندفاع، مندفع جدا، بده علاقة معك بأي وقت، بده يعني أنه يكون معك. ممكن يكون كذلك من برج الأسد، هذا الإنسان عنده صفات القوة، ممكن هو عنده شركة أو عنده مركز قيادة، لأنه عم شوف الشخص حر، يعني شخص ما بيقبل القيود جدا. كذلك عم شوف هذا الإنسان هو كتير جريء، ممكن يكون حتى من برج الحمل، يعني الأبراج النارية بتطلع كتير بهذه القراءة، وخاصة للعزاب. ممكن هذا الإنسان إذا بده إياك رح يأثي إليك، يعني ما رح يكون متلاعب، رح يجي لعندك يقول لك أنا بدي إياك، معجب فيك، بدي أتقدم لإلك، أو ممكن أبني علاقة معك. عم شوفوا لهذا الشخص ممكن تلتقيوا بمحض الصدفة، أو ممكن تلتقيوا بمثلا إيفنت أو مكان فيه كلام، فيه تداول للكلام، ممكن يكون كذلك حتى من برج الثور. هذا الشخص عم شوفه ممكن رح يعزز ثقة برج العذراء، رح يخليهم متفائلين شوي بالحياة، أو ممكن هذه العلاقة رح تجلب لهم الهدوء شوي أو الإحساس بالأمان. هذا كل شيء بيطلع على برج العذراء. بتمنى لكم كل الخير والمسارات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.